السلام عليكم. ادري انكم مشتاقين وادري اني منور الرياض، وانا جدا سعيد ومستانس لان اليوم هذا يوم استثنائي، يوم غير، يوم مو مثل اي يوم. فخلوكم معنا. نذرني احبكم واموت فيكم، اقسم بالله والذي رفع سبع وطمنا سبع اني احبكم واموت فيكم. مع كيف عبودك الشوخي لبي يا مشان ابو رحيم. متى جبت المساند ذي؟ ما شاء الله تبارك الله. بالله متى؟ انت تحرك تحرك عشان ما يتاكدون انك تضحك. شو تاكد الموضوع واضح. سكنت الروح تبقى مع الروح. ابيض وجهه ابو رحيم جاي فرقة. الله يبيض وجهه. ايش رايك بس؟ بيض الله وجهه. اعيش في بعدك من الشوق مجروح. لا انت يا ابو رحيم على الفرقه الحلوه. لا انت الله شاكر. خلنا نغني لا الله. تبغى اقوم عليك؟ لا لا خلاص الله يعزك امودي. كان جبتها ب 15000 جو كلام ميا ميا. ما في لفتور. انا ما في لفتور. انا معلوم نفر ميا ميا. انت كم راتب شيل عند احمد؟ 1600. انا عندي 2000 شغل. انا بس هنا اسوي قهوه اسوي شاي. احمد ما في معلوم شغل 2000. انا عندي انت جيب شغل سيم سيم. هنا مكان بس ما في خيل ما في اي حيوان. بس صغير يعطي مويه بس. اوكي احمد ما في معلوم. اوكي خلاص اتفاق بعد عشاء. خلاص ما هي معلوم. اعطي رقم. يلا سجل رقم سجل رقم. ما هي معلوم احمد. ها اي 0-0. ما هي معلوم. ها اي ركز. شوف احمد ما في يجي. شوف عشان احمد ما في يجي. شوف الان باع القضيه 0-5-3-8-4-3-4-0. قول رقمي ابو حمد. يلا حي. خلاص اوكي دق علي. اوكي انا اليوم فرحان. حلمي يتحقق. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. تاكي جنب رابع صقر ارحب مليون. يلا حبن الف. يلا حي تكوى تكوى. سمعنا واجد. شو تكوى شو واجد؟ انت مو رابع صقر. ايش اسمه؟ ايش ذا؟ متوتر. خلاص 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 وان. اليوم نورنا سفير فرنسا. مرحبا الف. ما وش يعني ضحكت فانت. اخبارك؟ ودي الثوب هذا ترى اتفت متعوب عليه. خل عنك الثوب هذا. لا اسمع قبل لا تطلع الكلمات. رتبها رتب الكلمات بعدين طلعها. لا تطلعها كلها. رتبها رتب علامه حاط برج ايفل في زغدك. ليه 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 برج ايفل هنا؟ ليه ليه ما ادري. معتوه. انت المعتوه علي ما يجي. ما انت زيتون. ما ادري انك انت واحد. انا اقسم بالله تدري ايش اللي منقر عليه؟ سوالفي معك في المسجد. تدري ايش اللي منقر عليه؟ والله العظيم اعترافي لك. يوم اقول ما اقدر اعيش بدونك انا من بعد هالرقم. والله العظيم انا اقدر اعيش ترى. كنت اكذب عليك. كنا نضيع وقت. غلط المرسيدس يا المبدوء. روح روح. والله ما تقدر. كم يا ولد؟ كم جوك تحطي حنجد؟ كم هنا؟ مرحبا الف يا ابو سهر. مرحبا مليون. حسيت بالانتماء يوم شفتك. وش ذي؟ لا لا تكون حساس انه بشرتك ما تبي فيها حبه وانها ضايقتك. لا روق عادي ترى. بس انا هم روق روق يا موقع. والله لو انك عبد الله الشهراني على غفله. صادق والله العظيم تضايق من حبه. انا معك. لا تجيب بزران. قايل لك جامعه كبار سن. تجيب بزران ليه؟ خلي خلص خلاص طيب فكنا. لا تجيب معك بزران. غيرك انت يا زين. مين قال انت يا اخو؟ ايش فيك؟ كانك نمنها اللي راسها بطحة تحسس عليها. بس يا عيال يا النخبه للعود. الله العظيم. الله يا عيال بالله اللي بيشوف الاستديريه في اي موقع. لاني صدق عجبتني الاستديريه ما شاء الله تبارك الله عليها كرك. لا يعني انت عام جيت تحت ما شاشه والله. لا انت يعطيك العافيه. سالفه ما ادري. مراجلنا وحنا اشربوا كلكم سوا سوا. الله يقوله واخذوا لهم جنا حد اللي والرحمه فالخفاضه. يعني انت شو تشوف؟ يا افنان البات روق. ما افنان البات ما نايف. مدح من عن والدين. وهذا انخفاض وانخفاض.
الجمهور اللي ما شافني في البث يا عيال، سياف الحارثي يعرف كل شيء، كل شيء يعرف له، كل شيء يرقص، كل شيء. يا احمد تكفى كلم سياف، ابغى العب سيافي كل شيء يعرف اختم الله يرحمه. يا احمد لا عاد تتحرك، الله يضغطه. اجلس يا رجال الله يفهمك. لانه رياليتي والوضع تعرفون مريض وهي قطه في اذني قال بصورك ولا قطره واحده شوف كيف كذا شوف ما احد تسكر كنت تقدر يلا في اذنك ولا في خشمك بد صح اصبر 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 باقي بس بس ما طاح شيء بس خلاص تو قطرت في الاخير في الاخير بس بس اسمع بسم الله جن نحابس حبس نحابس حبس نحابس جن نحابس حبس نحابس حبس 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 الثانيه اي اي قطع حقيقة الأجواء جدا جميلة، والله العظيم من الأجواء جدا جميلة، وأنا سعيد جدا بتواجدي الآن في الرياض. ما أخفيكم إيش قد أنا مستانس، الحمد لله على نعمة على وجودكم في حياتي. يا عيال هذا كريه وما حد يحبه، هذا اللبدة اللي يروح معنا في الاجتماعات، هذا هو هذا اللي يسحبون عليه يقول روح جيب حذانك وتعال ويستلبد، هذا هو هذا هو. شوف بس اللي محببني فيه مع مرسيدس يا مع مرسيدس لا جميل لا لا محزن. انا واحد لوحه مميز بس ها استنى واحد بالرياح جلسه نعتبرها كنز وغرادي والمجالس شفته يومك بتسيت تقول والله يا اخي والله ما انت خسارة والله يا اخي اني ما قلت انا بكيت منها مع حلقي ام عيوني ما بكيت معها. طيب عبد الله ما بكيت حتى مع حلقي. طيب اس وعبد الله اكبر كذاب في البرايمات إيه؟ عبد الله الشهراني. والله انك صادق نصاب يبكي يبكي اي وقت بالله زياد شير يقول استدعك الله مو بداري منه مو بداري منه بعد البرايم ذاك ذاك طلع حسين اليوم برايم اليوم بيطلع واحد ترى الليل عز الله انه بيروح واحد يمكنه موجود يمكن مو موجود في له برايم واستدعنا تدري من اللي بيطلع اليوم زياد الشهير لا يوم ما بتجي عليك عبد الله بغى يموت من صديقي واضي بغى يموت هك اليوم ضمني ضمني ضمه وصاح فيني صيحة رجال رجال يبكي على خويا العادي احمد ذاك اليوم يرسل لي المقطع قال والله اني شفت اني بغيت ابكي اشهد علي الطلاق ما بغى يسكت هذا ما بغى يسكت رجال يعرف الرجال اللي يعرف الخوي يا رجال ما هم يذلكم لا والله انك بكي هاد حتى جاني علمك ما علي طاق ما بكيت والله انك بكي هاد علي طاق ما بكره الصباح وانت عينك حمر حمر من النوم انا اخوك يا ابن النوم شكوك ما رقد انت قلت علي الطلاق ما قدرت ارقد يا مناجي من فرقك قعدت 6 ايام اجيك كل صباح ليه وصل على اجي انت اجي خوي اجي في ناس فرحوا يوم طلعت يبون ياخذون جوهم خبرهم عليكم خصم الله يجزاكم خير على التأخير هذا ما فلتر عشان تعرف تسولف وناجي انا اعرف اسولف من دون الفلتر اخوي انا ذي منهم العاطل وفي منهم طال عمرك اللي يدور له شغلة تاني بيشتغلها وبك تقدم نصيحة الان في اقل من دقيقة اللي من اللي عطال منكم شد حزامك اللي ما هو متوظف يعطل
تعطيني ملفه كله كله مسكين الله ضعيف. ابشر بسعدك ابشر بسعدك وانت ابشر بسعدك كلنا كلنا كل اهم شيء في الرياض تبونها اي بالرياض 6000 7000 تكنيك يعني ما نطمع ما نطمع خلاص احمد عطني ملفاتهم حط ملفك بحمد انا بالي ضدك ارشد جوالك شيده جاي لاحق جوع بالله لا بس شوف الفرق بين الموزه والتوم عبد الرحيم كم مشى موزه ايش تبي بالموزه احس انه بغدره يا مرحبا يا هلا والله بسوي لي سنابه بس دقيقه تواجد الشباب اللي سمحتوا بسم الله ما شاء الله عبود انت خارج الموضوع لانك بطل تدري ليش؟ واضح وصريح انا جاي الساعه 4 ترى معي انت وانا من بيفهم يا عيال ايش قصدي؟ لا 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 الغتره الغتره حد حد ايوه احنا الرسميه الزايده وانا اخوك لا تفرطتي والله هذه واحده طالبه ازحمت رسميه الزايده كنا منها انزل يلا انزل يلا 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 الحمد لله والشكر امسك اللي يصلع ايش عادي يزين شيء بعد يلا فك فك القناع يلا سدد مرحبا يا ابو احمد تعبت جعل عمرك طويل على انا بالشغل الطيب يا ابو احمد ما ابغى اثنين عليكم ماني معاملكم يعني ونجم بعد ما شاء الله قاعد يوصي توصيات سكريبت 44 الحين ما ننزل المايكات عشان خروج عزيز لاني تحسفت تمنيت اني ما دخلت بث منصور تمنيت اني ما سرقت البيبسي حق حمادة وما تعرفت عليكم كلكم تمنيت اني هربت معكم والله اني ما هربت بس قل تمنيت اني ما سويت مبادرات ولا حضر بدري تمنيت اني ما خويتك اخر اسبوع تمنيت اني ما نفست ذاك اليوم وعانت اني ما طلع فيديو كليب تمنيت اني يوم طلعت ما رجعت على طول الأمانة كان ودي دخوليتي ما أدخل هذيك أبدا تمنيت أني ما قدمت محتوى مفيد ببداية البرنامج تمنيت يا أبو رحيم ما كان عندي ظروف في البرنامج تمنيت أني أقص يعري وقت برنامج صراحة ندمت أني بكيت على حسين الوايل بغير أني ما كنت أفضفض لسلطان الهميل لأنه صار يستغلها ضدي وديني والله ضاري محمد عيسى تمنيت اني ما انضبطت زياده وفليتها اكثر ما في شيء اتمنى اغيره لو رجعت الايام كان بدال 90 يوم عمر الله. مش 90 يوم عمر كامل كنت اتمنى اني ما احضر الفقرات واكون غير منضبط يعني حليل لم يضحكون طيب لا
يا يا ولد الاصوات الزينه هذا علام نفس صوت الرقص سمنا عبد الله يا جماعة الخير يا جماعة الخير أكلك والله يا والله يا ريحته يا الله والله يا ريحته وطعمنا متفوت أصبروا باقي 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 وش يباله حمير أنتم كاسبر ما خلصنا يا ريجين يا ولد اليوم خلاص قصر الله ما بدخلك الجنة ولا بدخلك الدرج لي تز أمه يلا مع السلامة هيهي قال لك قدر اسمحهم هيهي الحمد لله الشليهي ما بغى يطلع يا اخوان ما بغى يطلع ليه يا ليه ما ادري ما طفيته كذب سوي جاز والله عمري ما طفيت قسم بالله ما طفيت ليه خلاص تفضلوا ابو شلهوب معكم الله يقطعك ليه يا ريان ليه دوبي صاحي يا اخوي الله يقطعك يا ريان التيك توك قال لي لازم تبث 4 ساعات يا سعود غزول بالجسم ما له دخل بالشعر اقول اطلع اطلع خل ما ادري تطلع السلام عليكم ورحمه الله حباني الحين بدينا رحلتنا الانطلاقيه تماما في سكريبت 253 في تاج تويتر ومعنا عبد الله شليهيب هلا ابو عقل جاهز للبرنامج خاف برايم وانت ابو خالد اليوم ما في برايم ما في برايم عادك بتطمر في مسبح ترى اليوم ما في مسبح لا اليوم جمعة وخليكم على سكريبت 253 ان شاء الله في مخيم احمد الرهيم شوفوا لقطاتكم هناك اللي تحلمون منها غياب وبين لحظات عنا يا حظي طرحتي تما من عدل تراق عشان لقايا الله ضاق الغضاياك روق الوصال تلني يما اما يحصل اللي قال لي يذبح عليش دي شاشة الواقع ناس سماوية
الاول وريحهم خدومي محمد قفل قفل بمدح طب طيب الطيبين اللي دايما على الطيب اللي يفعلهم كل يوم مقدوره ومفعوله انت قبل التصفيد قلت تقلدني صح ها كذا مو قلت كذي انت قلت طيب على الجنب قلت الله يبيض ويطيب تطيب طيب الله فالك يا حلو ابو جابر حلوه يا اخو ابو علي والله اقسم بالله انا ان لب الروح في البرنامج وهنا بعد طب طيبك يا ابو جابر ها الله وجهك ابو جابر بيض الله وجهك طيب الله مالك يا حبيبي وش تقول خلاص وش تقول ارحب وما ارحب ممنوع طيب ايش نقول ايوه هاي والشيء الثاني الجميع الجوالات ما تصور سناب واحد والقرار الثالث ايوه مو بشيخك كل سناب تختلف عن الثانيه يا سلام لوكيشنات عليكم ورحمه الله وبركاته من الان من مخيم سكريبت 200 اللي جالس اثنين يسولفون واللي اربعه يسولفون واللي تذكرون الذكريات واللي يقول فين وصلت وين رحت وش جالك على العموم من الأشياء الجميلة عبد الله الشهراني وحسين باقي على نفس المجال ما في أي اختلافات ما في أي حاجة وحسي أنا بنجد بعد جاك الفزاعة سياف والذكريات لا زالت تعود بنا إلى الماضي سعد وريان وأحمد بن عمر سلطان وخالد بن سعود قطع في كل مكان سكريبت الافضل سكريبت مسعود ونايف سياف ابو خير فاهم احسن مشعل وبسام ويحيى وغسام وعبد الله محمد وشهيب ارحب ارحب اي ابو محمد عش مرحيم المدير يا اخوان غير طاوله ابو متعب قربي يستاهل ابو سعيد من اعلان سواق التعمير هو انت خليت كل شيء عند السيدي يعني حتى هنا سارق كاميرات يا اخي خلاص اشغلت زياده في القريه تبغى تجي هنا بعد اخوان الخلفيه واضحه المين ارحب ابو نجد تدري فين رحت تدري ليش رحت انك انت قدامي نفستني لا والله ما في حول سابقني في علوم كلها يا عبي لك ولا عندك علوم ثانيه الشاي يا ابو نجد العلوم الله يبارك فيك اللهم امين بس على ايش يا ابو نجد ملكه حد اللي اكل المقله مقلب انا قلتها ملك مصدقين والله يا حسيت ملك صدق لا والله مقلب يا ابو نجد ونزلت مقطع توضيحي والله ما يغلي صدقي شهر مو مقلب هذا ما فيها مقال ملكها خير ورزق اللي طلع عمرك يا ابو نجد مقطع ووضحته وكل حاجه لكن والله لي مرحبا اقبل ما يصير صدقي شهر يا رب بحضورك يا ابو نجد واحد الشهاد يا رب بقول لكم حاجه يا رسالة اختفتها ضحكة رسالة يا ملال وجعل يسع الباك شبراك انت اليوم ما خذ عقل باك شبراك انت اليوم ما خذ عقل الرجال هذا اذا عصر ابعد يا ملال وجعل يسع الباك شبراك اليوم ما خذ عقل باك سلام وعلى زياد يا جبل المهمات يا دل على النام والغبا يشومك يا دل على النام والغبا يشومك حكم شار مهمته كثر الفلاشات زياد بكم وحده والعالم بكم
باقي البرامج ولو راحت ولو جات ترى سكريبت الاول وريح ومخدومي يا يلبس ملبس داخل مول الله يوفقه كيف هويتني في الجماعه كيف مزعل اقعدوا يا عيال كيف الشيلة بيديره والرقصه بيديره والله ما تقدر كان ما تدوخ انت انا اسف جدا لان هالاشخاص الجميلين جدا سعد من يميني الثاني زياد اخيرا لحظه الانتقام يا اخوان لحظه الانتقام المنتظره يس ابو سعد راح نطلعه عذب قلوبنا الضحك اللي ما نحبه في البرايم راح نودعهم الاثنين يس يس الله اخيرا طلع طلع زياد طلع اخيرا ابو سعد اخيرا لحظه الانتقام الضحكه المنتظره يا حياة الفهد لا بالله ما تروح له سعود معنا والله يا سعود معنا لا بالله معنا سعود معنا سعود سعود لا بالله معنا تبي اقطعه انشد سعود قول له لا قول له لا انا عندي شقه ما بتخلص الا بكره زين انا ما نفي عاده احد منكم الله يلعن ابو الشيطان لا لا احنا نبيك اي نبيك احنا راح معنا بس انا بس العمارة يعني. انا بسكت الحين في نفس العماره انا ابو حامد مكلمه قبل كم يوم ابو اسمه ما في لا 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 تكلم تقدر تكلم الجوال ايش قاعد تسوون انتم عشان كامله صلي على النبي اي يا رجل اللي بدك تبغى تخشم علامك تاكل ترقد معي انت ودك بكفني غير ملامح وجهك خلنا حق جيت تعبان انا ماشي ماسك حق لك كل رجال معنا ابو حمد طيب خلاص كان سالتها رجع عندي العلم ما هو اللي انت تقوله الرجال يذوب نزرات واحنا نبغى يسد الشقه صدق انت خليك معنا جماعه قريب مني البيوت ممكن لك ابو حمد طيب ما ادري شيء ابو جابر ابشر خلاص اتفقنا وضحي معدي بيك واذا ما انت مصدقني اساله يا اخوي شفت دوريا موقف اساله عز الله ماني قاعد اسال خلاص يعني بتنام معنا يا علم جاني يا ابو يا ابو يا ابو جابر تسلم اني ما اقدر اني خلاص اني ما اقدر يعني ابو شغلكم تخلوا عند شقة إلى بكرة تخلوني لحالي خليك وقعد لحالك جالس لحالك من اللي قالك تسير لحالك عندك أخواني كم أنت تسجل حالك سري. ليه درج سري جيت أدق عليهم راقدين درج سري هذا المحتاج أرحب مليون المناجي ألبقى يا المرحب مرحبا بعلومك الشيخ أرحبوا يا رجال أرحبوا يا رجال مرحبا والله مرحبا يا الله ما قال اسلوبك رجاء اسمع مرحبا يا سيف سكريبت ما عليك زود شد حزامك وانا ابو ناجي تربس عدك قيدها يا رجال انت ابن عمك قيدها لا ابن عمي مجمل قم لي في الميدان بو مرحبا يا مرحبا والله يا ابو جابر حي الله ارحبوا يا رجال مرحبا والله ومسهلا هلا والله وغلا حي والله العين مرحبا والله ومسهلا وش حالك؟ خير الله يعافيك. أرحبوا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا ألف طيب خير الله يعافيك مرحبا 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 يلا حيا شوف هلا والله مرحبا والله أرحبوا يا رجال يلا حيا الله يبقي يا هلا حلومك الواقع نجم في السماء صار ايوه شو يا سلام الله سلامي يا سلام
ما تلقوا الكرم. زود زود رجال الليلة قدروا مقامي. الله يرحمهم. ليه يا شاهدنا سلام سلام يا ابو راس. هذه شاشة الواقع نجم في السماء ساطع. حي الله من يتابع في سكريبت واقعنا. نطمح للنجومية والهمة السماوية. عشر 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 يا جمهورنا الغالي النجوم. ايوه عشر عاشوا عاشوا. هذه شاشة الواقع نجم في السماء ساطع. حي الله من يتابع صاحب الدنك واقعنا. عاشوا ايوه يا جمهورنا الغالي اللي قوم في البالي القوم في السماء العالي. عش 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 كأن منافذ الطيب اللي ما يبور لا جبانة بارد. أمور حيم يا مرحب. ودي أقول لك كلام قدام أنا سري وقدام تنتهي ذي الليلة إن شاء الله. ما أنت بساري. نقول الله يبيض وجهك. الله لا يهينك. عز الله أنك راعي الخوة وعز الله أنك جمعتنا بعد غياب طويل وجبهة الرجاجيل في محلك. وهذا من طيبك ومن طيب راسك. والله ان الكلام واجب محل الجميع. ما يحتاج هذا من طيبك. جمعتنا طال عمرك ما نبيها على ما قال تنتهي باذن الله. الله يبيض وجهك دائما وعيونكم طيبة. هذا والله هذا والله من طيب راسك على الواجب. هذا من طيب راسك والله يكثر خيرك. وانا استاذنك يا حبيب اخوك. اتدري ايش عندي؟ ادري. اسعد الله صباحكم بكل خير و الله يجعل ربي ينعم علينا وعليكم بالصحة والعافية. فوالله ما عاد قدرت لي نفسي أصور سنابات. وأنا ما أخذ مسكنات لين أوصل الرياض. وإن شاء الله أني طيب وبخير وعافية. وعلى ما قال المطاليق اللي عزمونا حرصوا حبينا نشاركهم. جعل ربي يعزه ويغنيه ويكثر. الله يعزك والله أني جيتك ولا وقفت موتر إلا عند باب بيتك. إن شاء الله ما يجيك. أي والله لأنك عزيز وغالي. والله يا ابو رحيم انت والربع اللي معك جعل ربي يعزكم ويغنيك. الله يعزك. لا لا تنحرج ولا شيء الامور زينه. يا مرحب يا مرحب. والله على التلفاز يتابعني بس الحب ما ينفعك بار وسيطه. ما تفكر صح ولا قدك. الله 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 الله. والله على I'm
صوت صعب على يلا سمع سمع عجبني بقعوا وجهه بقعوا وجهه بقعوا وجهه هذا اللي يلعبوا معهم نجم لازم نجم تفضل 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 علي الحرم ملك تعبان لك المسك ابدك ترى انت لبنانية قلتها شلة وتعرشت عطا تقرير طبي مستشفى حمد طبي طول 3 أيام حسبوا من السبت بس كان يحتاج تصديق ما تصديق ايوه يسعدكم الله جامعة المصريين سعد اعوال انا بين يديك واحد يصورني منهم ومن طلع من نص كني كيف والله شوف الحمد لله السلامة جيت من الدوحة الحمد لله السلامة جيت من الجوف يا ابو حسين الله يسلمك نورتوا الدنيا من اللي فيكم يبغى موز والله اكلت الموز لا هنا لو اكلت لي حبة زيادة حرام بالله لا تعلق الشجرة قلت انا وين ضحكة المبسوطة وين انا صرت بوضع ماني فاهمه راح الغالين مرواح السنين اللي كانت بالفراق مساهمه لو ظروفنا متراهمه كنت انا ضل الفراق بنص عين لين داهم من الفراق مداهمه اسمعي بالخير يا الرب عساني يفدى اللي لا زهمته من الجوال الفاني يهلو القلب من هم كلمته شرب سعادك مرحبا يا ابو جاب ارحب يا ابو جاب مرحبا ومسهلا ابو محمد انا ورات العاصمه وجودك هنا داك مرحبا ومسهلا انت رحيب الحياه الله يبارك انت وين رايح؟ هيدا لا مريخ مش هنا طلع على الطول يا مرحبا مرحبا يا النشمي هلا نشمي ياكل نشمي ياكل ما هو الله يجعلها بالعافيه مرحبا والله يا ابو محمد مرحبا لي ارحب يا ابو خضره مرحبا الله يسلم دروجي يا شاهي قفله اللي لا شفته كم خسر الله بس يا المراميه عندي يا عيال اشهد ان اكون هلا هلا مرحبا بك ترى انت فيك عرق كويتي ها؟ انت فيك عرق كويتي اوكي صح لا 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 قصيرهم بل... لا جيره نعم. الجيره ونعم. الجيره حلوه نسوبي ثنائيه ما تعرف العود لين يحط فوق الجمر ولا تمدح الناس حتى تظهر في ولها الله 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 يبيض طيب فالك يا ابو جاب الله يبيض طيب كلها كلها سوا ولكن بيض الله وجهك وبين طيب الله يبيضك يا ابو المهم منه مدح المهم منه مدح بالله طول عمرك تعال تعال مرحبا يا نشامة الله يبقيكم الله يبقيكم ممنوع طيب ايش نقول والشيء الثاني ايوه الجميع الجوالات ما تصور سناب وحده والقرار الثالث مو بشيختك كل سنابه تختلف عن الثانيه حلو سلام والرابعه يا ابو جابر
الخامس انك ما تحدد شخص، كل واحد تعطي واحده. توزيع الكشنات. يا سلام عليك. النظافه. يا سلام عليك. ايوه. هذا الشيخ. ايوه. البيبسي مخلص يا ابو رحي. الله يبقيك جايني قبل. مرحبا يا ابو فارس. مرحبا مليون. مرحبا. يلا حيه. لبى قلبك يا ابو جابر. كيف حلا يا دين حلا؟ كيف حلا ياكل حلا؟ خش. ايش هو سياف؟ ايش العلم؟ ماجورين جارك الله بالعذور. كلن وحاله. كيف انت يا رجال؟ والله العظيم ابو ناجي ما يبقي ونعم وسبعين امير. ليش النظرات ذي؟ ليش النظرات ذي؟ اني عارف نياته. نيتك انه قد عاد على نياته الوسخه. ارحب. الرجال ما قلطنا عليها. قاعد لحالك انت ليه؟ جعل ما ياكل غيرك. كل يروح يجعل ما ياكل غيرك. يا اخي اخي انتم كل جعل ما حد ياكل غيرك. كل يا هلا. كل 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 جعل ما حد ياكل كل 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 جعل ما حد ياكل. ابن عازب مبطين منها. وبيض الله وجه. هذه الفكره اللي جات في باله. هذا دليل انه راعي اخوه. ما ودي انه يسمع ذا الكلام، لكن اعز الله انه راعي اخوه. وعز الله 70. نعم بو بيض الله وجهه. هذا الليل من اسعد الليالي. وعاد باقي الجدول وباقي العلوم بنخطط لها احنا. كل واحد يجيب له عاليه. انا فعاليتي لا حد يسرقها. فعاليتك معروفه يا ولاد. تفضل سكريبت في كل مكان. وي تفضل. الله يعطيك. ايش يعطيني؟ ايش والله لعل مين تدي علي صلاح. سق الله يومنا في الليل مجتمعين نسولف وسط الغوريف وحشاهينا محب الفراق وطاري فارق الغالين. عسى الله يصيبك المفارق ويكفينا. زياد اللي عن النعم والغيبة يشوفي حكيم الشهر ما هات قضى الفلاشات. زياد بكم وحدة. أنا يا مرحبا كيف طيب؟ يلا حية. يلا حية. الله يبقيك. يا مرحبا. يا مرحبا. يا حييك ترى حي. يا مرحبا. بالحرام انه ايش؟ مرحبا. يا مرحبا. مرحبا. ترحيبة اللي ينتظر له غايب تها صدره بعد طول الدهر المده. ارحب. هذا اللي اقدر اعرفه. اللهم صل على النبي. ليقفى النار وقبل الليل ما داني. ما يضيق. ما يضيق صدر من تغلاق الأشواق. من تغلاق الأشواق. نهار سعيد ناوله وأكشار تالي. توعدتنا واللي له القلب. الله يشحنك. مرحبا. مرحبا. يا هلا والله. معتدى عليه مو نمر بن عدوان. طيب دقيقة انا صورتك صح؟ دقيقة جعلني فجوتك. الشرط لي يوم صور مش عارفك ترحب وتهلي. لا انا مرحب بطميت وسلمت. الله يقلع. انا عاذرك عشان عندك جيوبا فيي. ما عندي جيوبا.
يا مرحبا يا مساء. ارحب يا سيدي. مرحبا بك. اللهم احلاني في جوالك. ما ادري هو من كثر ما الطاعات اللي عندك يطلع حلو في جوالك. من كثر ايش؟ الطاعات. ايش دراك ان عندي طاعات؟ طاعات العياد. ايوه ايش دراك اني اجيب العيد؟ لا ادري ليش اطلع في جوالي حلو؟ اني احبك. الله يجعلني في خاطرك. والله اني احبك جدا. ايش معك اليوم يوم تقول ورد وموعد تعب اتفاهم معك؟ اطرح القضيه. اي قضيه؟ لا توتر، لا توتر. اضحك؟ لا لا لا، انت شفت اليوم جايني ورد هديه، بعدين قلت عندي اجتماع، بعدين قلت تعالوا اناقش معكم الموضوع. تفضل. انا ما عندي اسرار خبيه. لا لا ايوه وشو؟ كذا شلون؟ ايه يا طيب شوف الخبره هنا ابو البر. انا شدت القعود في ظهر الشخص. خلاص والله مواطن. خلصت اول سنه الحين. والله يا سيار. كيف عزت النفس مشكله. لا هذا بيني وبينك، انت تقول لا تظهر اعلاميه، والله لا اجيب العيد ابيعك. انتبه الشعب كله. يا رجال البخ البخ، مرحبا ومسهلا يا ابو ظهير. ارحب انت. يا رجال يا ابن الحلال. يا ابن الحلال شغلت انت، تعرف تصور انت يا رجل. الدوره عند ابو البراء. انقلع الدوره. من اللي انقلع انت؟ شوف ابو البراء، شوف والله دخل والله قبي عيون. لا ما انا ما عندي اي مشكله. شفت حتى ابو البراء ما يبي يخرب تاريخه الاعلامي التصوير في مخنز. انا اصور من حطته فوق. ابن عازف ابنه. ابن عاد انا وانا فاكر هيك علشاني. ودي اكلم كل شوي واسكت واتحرص على روحك علشاني. انت جمعنا على السامع، انت جمعنا على العز والطاح والتفر. شل الصوت يا ليلة ما كنت منها للأسف، ولكن أنا آسف جدا لأن هالأشخاص الجميلين جدا، سعد من يميني، من يميني الثاني زياد. الله أخيرا أخيرا. وش اللي دخلك ابراهيم يا ابو سعد؟ مهروبي. كلمة يا هربت وعدتهم وهربت مرة ثانية. تهرب كثير. اخيرا لحظة الانتقام يا اخوان. لحظة الانتقام. الربع شوي يبكي. يا زياد. لا مزيون. افضح لي ما نحب ابراهيم. الله يوفقك. فجر لكل حب. انت تدقي له ونسى. كلكم السلام. اليوم ما راح نودع واحد، راح اخيرا اوف سايد. جنن يا زياد. اوف سايد اوف سايد. طلعوا زياد طلعوا. دقيقه انا خر طلعوا. اسمع لا دقيقه دي. حط هذه حط هذه ما تعجبني. حيل وش بين الله وجهه. انا مع السلامه الى اللقاء. دقيقه القلم القلم. يعني عشان بفرح اقدر اسوي اللي ابغاه. ما في بث اقدر اسوي كل اللي ابغاه. الله يسعدك. انا مع السلامه الى اللقاء. دقيقه القلم القلم. يعني عشان بفرح اقدر اسوي اللي ابغاه. تطبيق نينجا.
الله يقطعك يا ابو راس، انت انت حفلك اللي وقتك خطا، حفل يوم السبت هو بجمعه وهو بخميس، سبت يوم يوم قش عضت، مو بيوم حفل ولا بيوم، ولا تقع من توقيتك الى توقيت الثاني اديك حط لي حفل يوم لحد. انا ما اصل الحين، ما ادري في الطريق، ما ادري حضوري يهم ولا ما يهم، اذا ما يهم علموني يعني اروح ارقد الى فل. عندي علاجات لازم اقطر في اذني، قال لي كل ساعه لا تدعمني يوم السبت اخويا، عاجز ومريض واذني توجعني، احمد الرحيم حفله يوم السبت والثاني يوم، لا تدعمني انت بعد. الله صدق يا عيال ترى توقيتكم خطا مره، سبت واحد ليه؟ ويكند واحد من العيال يدرس في امريكا، يدرس جامعة، امدات الحفلات يعني امدات الطرب والوناسة واللعب خربت، ما خربت رجعتني خلاص قطر فيها. الحين ما ادري ايش انا اقول، كذا حكي ولا انا اسمع روحي، تسمعوني بس انا ما اسمع روحي. النشامة تحت الضبط هذه خلاص يعني وزت، بس العيال اللي بيسوون حفلات او او شيء او عرس او خطا تحط يوم السبت او يوم الاحد، يوم السبت بكره دوام، يوم الاحد بكره دوام، حط الخميس بكره جمعة ما في دوام، حط الجمعة بكره ما، حلو الكلام؟ لا يا رجال كل تبين اروح ارقد بس. والشيء اللي غبني زيادة ان الدكتور اعطاني قطرتين في الخشم في الاذن، حطيت حقت الخشم في الاذن وحقت الاذن في الخشم. قلنا السلام عليكم، اقول السلام عليكم. ومدنا مع خط متعب وجبنا مشوار ريف نتاريا فيه وعذيب، ونتبع رد امانة هبنا على النقا تكبنا مواب انتري مالا على. اذا جيت العيال في الاستراحة وشفتهم يجتمعوا وببكي زين تبيتها خيروني كذا وحطوا بسم الله على قلبك زين، يعني مشتاق لسكريبت كذا طيب اوكي يلا انا بدنك بس بغطي عيوني بس الشغل باقي عليك كفو كفو يلا طيب طيب بشيء سلامتك. اذا جيت لا لا ما حد ولد ولد العب العب عطى رايك عبود، رايك يا سعد ما خلص اللي حنته جميل شيل. شكرا يا حبيبي عفوا سعد عطى رايك حلو كم من 100 اعطيه 90 90 انا عبود رايك رايك يا رسام من قبل لا تذوقني والله العظيم اني اكل منها قبل والله العظيم اني اكل ف...
فيه ملوحه وفي طعم اقسم بايات الله انه مو بنفس اي شوكليت في الحياه والله العظيم. والذي رفع حسب اطمنها سبع انه غير بيضا وجهك صدق وفالح. عدل ابدان مجرم ترى ما خلصها الحين وقدامها اثنين مرينا عليه شطرنا شميم والله يصفقني والله انت المية مية والله انت المية مية صفقني مية سعد طبعا يا رب هذا حلا عبود شدي معك الشنطة لا ما ادعي انا خلص الاعلام والله انا خلص الاعلام طيب في ذمة كريم ماخذه والله العظيم انه لذيذ 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 بشكل ما تتخيل والله العظيم شميم خليت لكم كويس هذا ايه كويس بس خليني والله والله كويس ها والله كويس والله العظيم والله عبود شدي معك الشنطة طبعا يا رب ابغي احط الرابط في السناب ما ضبط هذا رابط الانستغرام وهي الرقم رقم التواصل واستفسروا بيفيدونكم باي شيء بالتوصيل بكل شيء طبعا محل الموقع في الكويت احنا بدو بدو نارنا حية نزعل يا سقاع البيت بيبان احنا بدو 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 اللي يكشف ستر السنابية يفرح من اللي خلونا